لا يبدو الطريق معبدا أمامه بما فيه كفاية مرور سريع نحو الوزارة بالرغم من دراماتيكية التكليف. يسلك ذات الطريق للحصول باعتقاده على نتيجة مغايرة تتداعى على رأس همة تكليفه مزيدا من الإسقاطات الحزبية والمحاصصاتية تدفعها المكونات الثلاث اللاعبة بفعالية في المشهد السياسي عندما تشكل ما بعد 2003. الكرد أكثر الباحثين عن مكاسبهم المالية والقومية التي يحلو لهم تأطيرها بأنها حقوق للشعب الكردي القابع هناك. تقول الأخبار أنه أملى على الرجل ما يريد شريطة استحصاله ثقة الائتلاف الكردي في البرلمان الاتحادي. تنحسر الشروط الكردية في ضمان يصمد بوجه المتغيرات ما يتعلق بالاتفاق النفطي وإشكالية التصدير عن طريق سومو، وكذلك صافي رواتب تدخل خزينة الإقليم تذهب إلى جيوب موظفيه ومنتسبيه العسكر، عطفا على نسبة محددة من الوزارات لا تقل عن 3 على أن تكون الخارجية أو المالية واحدة منهن. سنيا يرسم سيناريو موازن بصورة أكثر تشعبا نظرا لطبيعة الخلافات داخل البيت غير الهادئ. الحلبوسي الذي غاب عن ليلة التكليف يضمر وتحالفه خزينا من الشروط تضغط على علاوي من جانب وتبعد خصوم الحلبوسي من جانب آخر لتتحقق كامل الاستفادة بالنسبة له. إعادة النازحين وإجلاء المسلحين عن المدن وحصر السلاح بيد الدولة بموازاة 6 وزارات إن لم تكن أكثر كتفسير عما يقولون عنه تمثيل مكوناتي. شيعيا جوقة الموسيقى في ذاك الدار أيضا ينتابها النشاز ويحوم فوقها التشتت والفرقة. يرفع المعارضون الشعار بتلويح على استحياء، ومن يرى حقا في السلطة يدفع باتجاه استيزار لا يقل عن 10 وزارات من استحقاق المكون، أبرزهم سائرون والفتح اللذان يعتقدان الحكومة ورئيسها ومن فيها وما فيها لهم الحق بالتصرف بهم، بينما يمدد الرجل أقدامه في ظل راية الحكومة المستقلة برواية طافت أرجاء المعمورة دون ما تحقيق، بالرغم من تقادم وتتابع الرؤساء على اختلاف أسمائهم ومشاربهم. مشاهدينا وللمزيد